ليش سويتي هيك يا هيام؟ قالوا لي انك امرتيهم يحبسوها لفيروزة. انا ما سويت شي غلط يا سليمان، وكان ضروري اتصرف فورا. ليش هي شو ساوت؟ من شوي سألتني شو ساويت، وهلأ رح تعرف كل شي، وخليها هي تشرح لك. فيروزة، قولي للسلطان لشو أخدتك على الحبس. يا ريت تحكي وتخبري السلطان شو هو سرك الكبير. قولي شو هو السر فيروزة. مولاي، فيروزة، واضح انه حضرتك مو عرفان شو معنى هالوشم يا مولاي، والا انا متاكده انه حضرتك كنت من زمان امرت باعدامه. وهذا الوشم طيب شو بيعني؟ مفضلتك فيروزه خانم يا مولاي، هي على الاكيد ومن دون اي شك بتكون تابعه للسلاله الصفويه، وهذا الوشم هو الاثبات. من المعروف إنه هاي العلامة ما حدا بيستخدمها غير أفراد السلالة الصفوية. فيروزة